ولأقطعن بسيف حقي زوركم وليخمدن شوابكم طوفاني ولأقصدن الله في خذلانكم. من أظهر المنكر أو البدعة يحذر منه ولا ينظر إلى حسناته، حسناته بينه وبين ربه. من أظهر المنكر أو البدعة يحذر منه ينصح حتى يهتدي، هكذا جاءت السنة. فالذي أرى أنه يجب أن يحاربوا وأن يبين شرهم وفسادهم ومقاصدهم على صفحات الجرائد وفي الإذاعة وفي المؤلفات التي يكتبها الغيورون، هكذا لكل داء دواء. فإذا أظهر أهل الباطل باطلهم وجب على أهل الحق أن يظهروا الحق. هذه الدار هي دار الكفاح ودار الحرب دار الإصلاح دار المجاهدة، والآخرة دار الجزاء والمحاسبة. فلا يجوز أن يكون أهل الباطل أنشطا من الحق، ولا يجوز أن يكونوا أشجع في إظهار باطلهم من أهل الحق في إظهار الحق، بل يجب أن يكون أهل الحق أشجع وأقوم بأمر الله وأصدق في جهاد أهل الباطل. هذا الذي أنصح به جميع من يسمع كلمتي هذه من الحاضرين وغيرهم، أنصح الجميع بأن يقوموا لله وأن يحاربوا كل ما يظهر بين الناس مما يخالف شرع الله، من الحداثيين أو الشيوعيين أو العلمانيين أو الصوفيين أو غيرهم من سائر صنوف أهل الباطل. كل من أظهر شيئا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان جاهلا وجب أن يبين له ويرشد ويدعى إلى الحق، وإن كان متعمدا للباطل وجب أن يبين شره ويحذر منه وأن يرد عليه وأن يدعى إلى الهدى لعله يهتدي. لا يؤس منه بل يدعى إلى الهدى لعله يهتدي. موتوا بغيظكم وموتوا حسرة وأسا علي وعبوا كل بناني قد عشت مسرورا ومت مظفرا.